أنا المزارع جعفر جمعان عبد هود من منطقة السويري. عندي مزرعة تعمل الآن بالوقت الحالي على الطاقة الشمسية. كنا نشتغل نعمل بالديزل، وجدنا الديزل ارتفاع في الأسعار، ووجدنا أنه ارتفاع الأسعار يعني يكلفنا احنا لحد أنه الإنتاج ما يغطي التكاليف، وفكرنا أن احنا نركب طاقة شمسية. وعرضنا الموضوع على بعض المهندسين، جاتنا احنا فكرة أنها نركب نظام متحرك، وجدنا أن النظام المتحرك ممتاز عند شروق الشمس. بعد شروق الشمس ما يعادل 5 دقائق وتبدأ بالعمل، خلاف الطاقة الثابتة. النظام الثابت هذا حوالي بعد شروق الشمس بساعة ونص أو ساعة يبدأ العمل، وهذه تبدأ العمل عند شروق الشمس بعد 5 دقائق، أكثر يعني ما يزيد على 5 دقائق وتبدأ بالعمل، وتقاوم عند الغروب خلاف الطاقة الشمسية الثابتة. ولقينا من ناحية غلاء الديزل فرق بعيد، إنه دالحين لما بدأ بالطاقة تستغني عن الديزل في بعض حالات بس بسيطة عند غروب الشمس أو قبل الشروق. إذا بتشغل بالديزل نشغل ماتور، يعني صلحنا الطاقة بنظامين، نظام كهرباء ونظام شمسي. عندما عند الغروب أو عند حالة غيام سحب نشغل بالكهرباء، وصلحنا ماتور ونشغل بالكهرباء، يعني استغنينا من الديزل. لنا حوالي 4 سنين و6 شهور ونحن شغالين بالطاقة، تشغيل ممتاز والحمد لله. يعني كفتنا احنا من عدة مخاسير، ولو بدينا بالديزل احتمال انك يعني تبدأ بالفشل. اول حاجة انه انعدام المحروقات في بعض اوقات، اول حاجة. ثاني حاجة انه غلاء المحروقات، يعني غلاء المحروقات يعني غلاء ارتفاع زايد. حتى الكهرباء ما تقدر تعتمد على الكهرباء، لو بتشغل الكهرباء ما تقدر تعتمد على الكهرباء. الكهرباء في بعض اوقات تتقطع، ولكن هذه الطاقة الشمسية عند شروق الشمس، عندما شرقت الشمس راح اشتغل، لا عاد تنتظر احد ابدا، تنتظر شروق الشمس. كل ما شرقت الشمس انت تحسب حسابك، لكن الكهرباء لا، في بعض اوقات تتقطع الكهرباء، ايش بتصلح؟ لازم تلجأ للمحروقات، للديزل، والمحروقات غالية، يعني تكلفك اشياء جنب. ونحن الحمد لله ركبنا طاقة، هذه طاقة اللي موجودة هنا، وركبنا وحدة طاقة برضها في مزرعة ثانية، والحمد لله يعني انتاجهن ممتاز. بس مع ارتفاع العملة، مع ارتفاع الصرف، نحن مكلفة علينا بالدولار، هذه مكلفتنا احنا ما يقارب 61,000 دولار. والحد الآن عاد نحن، أنا أقول أنا بطور هذه المضخة إلى أكبر من أقوى من الإنتاج حق هذه، قوة 22 كيلو، قوة 22 كيلو وات، ونحن نحاول نحب نطورها إلى 40 كيلو وات منشان نستغني، ننتهي من الديزل نهائيا. نحن في الأرض وسيعة، حوالي نزرع ما يقارب 70 فدان أو 80 فدان، نزرع نحن البصل، نزرع طماط، نزرع بطاط، نزرع البرسيم للأغنام هذه وللجمال، ونزرع القمح كنا نزرع كميات كبيرة، قامت الدولة يعني ما تشيل منا الحبوب والأثمان، تبقى متأخرة زايد، يعني تأخر بعد حوالي، يعطونك قيمة الحبوب بعد 4 شهور 5 شهور أو 6 شهور وانت محتاج، من فين بتصرف؟ ما تقدر تصرف. التجانا إلى زراعة البصل، تبيع نقد في يومك، تبيع وتستلم فلوسك، بطاط تسرح للسوق، تبيع تسوق وترجع لمزرعتك، تشتغل بفلوسك، والحمد لله يعني نعيش ممتاز، ونربي لنا احنا اغنام لحاجتنا ونبيع منها، ونزرع نخل، عندنا في برضو نخل من الاصناف المستورده برا، هذه اصناف في خارجي، وفي اصناف محلي نوع ممتاز. لو في دعم للمزارعين من الدولة، يعني تدعمهم أقل شيء بقروض، أو ذا الأقل شيء بقروض، ولو تعطيلهم يعني نسبة، اللي بيركب طاقة تعطيله نسبة كذا كذا في المية، يعني 20% 25% دعم من الدولة، منشان تشجع المزارع على الزراعة،
ماشي دعم من الدولة. يعني المزارع بقى يلبخ، يلا يدور له من فين يدور فلوس مشان يركب طاقة. في كثير مزارعين بيركب طاقة شمسية بس ما عنده القدرة، وفي ارتفاع الأسعار هذه ما يقدر يوفر المزارع. وقل لي يعني الإنتاج بعض أحيانا الإنتاج ينضرب عندك، ما تحصل لك أسعار اللي هي ممتازة. وفي بعض ركبوا أكثر تقريبا، أنا نشوف حوالي عندنا في منطقة السويري يمكن حوالي 15 أو 12 أو 13 طاقة شمسية تركبت، والحمد لله كلهم يشكرون على الطاقة الشمسية هذه. وأنا أنصح المزارعين اللي عنده القدرة أنه يركب طاقة شمسية. الطاقة الشمسية بالصراحة يعني تعطيك إنتاج ممتاز من غير مخاسير. وأختم كلامي أنه الحمد لله النعمة اللي أنعم الله علينا بها بالشمس، وهذه نعمة ما تقدر. والحمد لله على كل حال. وأختم كلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.